السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي حياة التوائم. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن بوتاجاز إيزانوسي كول ماكس 4 شعلة ديجيتال. هقول على مميزاته وعيوبه وأسعاره وأنا اشتريته منين وتجربتي معاه. أنا اشتريت بوتاجاز إيزانوسي كول ماكس 4 شعلة من حوالي 6 شهور وظهر لي بعض العيوب فيه، حبيت إن أنا أنبه عنها علشان لو حد مقرر إن هو يشتري البوتاجاز ده يعرف إيه عيوبه ومميزاته وهل هيتناسب معاه ولا لأ. ويا ريت لو هيعجبكم فيديو تدوسوا لايك وتدوسوا اشتراك في القناة. اول حاجة بوتاجاز كول ماكس كان سعره 4100 جنيه، كان عليه عرض في كارفور، بس الصراحة انا ما جبتوش من كارفور، رحت اتصلت بالشركة زانوسي ذات نفسها وجابوهولي لحد باب البيت. طبعا هو ضمانه 10 سنين، بس في عيوب، للأسف في عيوب. أول حاجة عيوبه إن الفرن هادي جدا، يعني الفرن مش حامي زي البوتاجازات القديمة بتاعتنا بتاعت والدتي وجدتي، لا الفرن بارد جدا جدا، يعني ممكن الحاجة تقعد ساعتين أو 3 ساعات في الفرن. أما بالنسبة للأمان، أنا مش شايفة إن في أي مشكلة خالص، وما كانش مسبب لي أي مشكلة زي ما كتير من الناس كانوا عندهم إزعاج من النقطة دي، خالص أبدا. وهوريكم دلوقتي أنا بشغله إزاي. المشكلة التانية ان برضو لما تيجي ما ينفعش تشغلي الشواية والفرن مع بعض بصفة مستمرة. بمعنى ايه؟ ان انت لو هتشغلي الشواية والفرن مع بعض ده بيبقى فقط لمدة 10 دقايق، ما تزيدش عن كده، بعد كده تطفي حاجة منهم. ما ينفعش تشغليهم هما الاثنين مع بعض لمده ساعه، او مده ان انت مثلا بتشوي فراخ، بتعملي فراخ تكه، بتعملي فراخ شوي، ما ينفعش تشغليهم هما الاثنين مع بعض لاكتر من 10 دقائق، ده غلط جدا على الجسم بتاع البوتاجاز. في حاجه بقى مهمه جدا ضايقتني فيه، ثانيه واحده اوريها لكم. بصوا المنظر ده حضراتكم حصل كده بمجرد ان انا عملت بخاخه، كان في زي ورق المونيا انا كنت حطاه، واول ما شلته ودست على البخاخه دي اللي هي البلور، بخاخه البلور دي، مره واحده عمل المنظر ده. بصوا حضراتكم كل ده اصلا كان لونه سيلفر، ده كان لونه كله سيلفر. بصوا حضراتكم بقى ازاي ولونه اتغير، لونه اتغير خالص. دي مش دهون، دي مش دهون ولا عدم نظافة، لا خالص. بصوا حضراتكم دي من الباور، الباور ده سيء جدا محدش يستخدمه، لو هتستخدميه استخدميه على الجزء ده بس، على الجزء ده بس، انما هتستخدميه على ده. بصي حضرتك غير اللون ازاي، فغلط جدا جدا انتي تستخدميه في الاجزاء دي. طيب ايه تاني اللي حصل معايا برضو؟ ثانية واحدة، عندي بصي حضرتك من هنا هتشوفيها احسن، بصي ده برضو مش وساخة، دي برضو من البلاور، كل ما احط البلاور بيحرق لي الاجزاء دي، يعني لما يكون في حاجة واقعة او حاجة مكبوبة يقوم حرقها لي على طول. طب ايه هو الاستخدام الاحسن او الاستخدام الافضل؟ هو ده سيرتس. سيرتس ده كويس جدا وفعال واحسن بكتير بكتير من الباور. الباور دمر لي لون البوتاجاز وغير لي اللون بتاعه خالص، وخلاه اصلا كان لونه سيلفر، غيره لي بشكل غير طبيعي، يعني الصراحة انا اتضايقت منه جدا. دي كانت بالنسبة لعيوبه، ان هو اتغير معايا في البلاور، لونه اتغير بشكل غير طبيعي وبسرعة جدا. الحاجة التانية ان الفرن بتاعه هادي خالص، والحاجة التالتة ان الشواية والفرن ما يشتغلوش مع بعض لأكتر من 10 دقايق، ودي كانت بالنسبة لي يعني مضايقاني في بعض الأكلات زي رز معمر، كان لازم يبقى الاتنين شغالين مع بعض فترة طويلة. اما بقى مميزاته، ان لما بشغل المروحة بيعلي من درجة حرارة الفرن وبيسرع التسوية كتير جدا جدا، وبتفرق معايا لما بشغل المروحة. تاني حاجة امكانياته، ان في شواية متحركة من جوه، دي كويسة جدا جدا وبتفيدك برضو في شوي الفراخ. هو ضمانه 10 سنين، الشركة بتاعتهم كويسة جدا، ولما حصل لي في الأول مشكلة في التشغيل كنت بتصل بيهم، كانوا بيتابعوا معايا وما كانوش بيتأخروا عليا يعني في الرد، بالعكس كانوا مهتمين جدا. فهم شركة زانوسي كاسيانا ممتازة جدا، إنما الفرن عيبه إنه هادي جدا، هادي جدا، هو ده بس العيب الوحيد اللي فيه.
وانصحك ان انت لو ناويه تشتري البوتاجاز دوت ما تستخدميش الباور خالص خالص في تنظيف وش البوتاجاز من فوق، لان ده هيغير اللون السيلفر اللي هم حاطين بيه البوتاجاز. اما اول ما تجيبي تركيبه بقى من ورا، انا اللي ركبته بنفسي يعني، هو ما خدش مني دقايق، خدمه العملاء كانت متواصله معايا عن طريق التليفون وتابعت معايا تركيبه. تركيبه بسيط جدا، هما بيبعتوا لك مع البوتاجاز كده زي كيس صواميل، بتفكي من البوتاجاز القديم وتدخلها في البوتاجاز الجديد وتوصلي الانبوبه. ده بالنسبه لي عشان انا كنت انبوبه مش غاز، فهو بوتاجاز كويس، بس هو عيبه الوحيد الفرن. الفرن هادي خالص خالص، مفيش مشكله خالص في الامان بتاعه، الامان بتاعه ما بياخدش دقيقتين ثلاثه وبيشتغل. بس هو ده كان الريفيو بتاعي عن البوتاجاز بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه عشان تشجعوني وتدعموني والقناه تكبر بيكم. شكرا.